جميع. فقرتنا الآن أيضا نتمنى فيها السلامة للجميع، خصوصا أبنائنا فلذات أكبادنا اللي بالمدارس، وإحنا بنعرف أنه قانون 2008 بمنع التدخين بالأماكن العامة، لكن للأسف في بعض المدارس فيها معلمين ومعلمات بدخنوا، ولو حتى كان في غرفة المعلم يعني، بس أنه في بيئة فيها تدخين. مدرسة فدوى طوقان المختلطة الأساسية في مادبة مدرسة نموذجية خالية من التدخين، قدرت تعمل بيئة صحية خالية من التدخين تماما، يعني ما فيها حتى سموكينج إيريا أو مكان للمدخنين مش موجود فيها. رح نحكي أكثر عن هذه المدرسة وعن هذا التميز اللي موجود فيها وكيف قدروا إنهم يحققوا في هذه المدرسة. هل المعلمين اللي بيشتغلوا في هذه المدرسة أو المعلمات ما بيدخنوا، ولا هم مدخنات ولكنهم بيحترموا إنهم في بيئة لازم تكون الأطفال في بيئة نظيفة صحية خالية من التدخين؟ يعني رح نعرف تفاصيل أكثر من خلال مديرة المدرسة الأستاذة إخلاص الطورة. أهلا وسهلا فيكي وصباحك سعيد. ومس نعمة أبو مجيبل أهلا وسهلا فيكي. والطالبة نجد القتيش صباحك سعيد يا نجد. أبدأ معك مس إخلاص، تحكي لنا عن يعني الفكرة، هل كانت المدرسة فيها مدخنين ومدخنات؟ خلينا نقول أكثر لأنه العاملات هم الهيئة التدريسية كلهم المفروض إناث. إنهم ما يدخنوا بالضبط كونوا إناث يعني، بس إحنا أولاً بدأ العمل بهاي المبادرة بدعوة من مركز الحسين للسرطان، طبعاً شملت كل مؤسسات الدولة من مستشفيات، مقاهي، مطاعم، ووزارتنا طبعاً كونها من مؤسسات الدولة أطلقت هاي الحملة ووضعت شروط لدخولنا لهاي الجائزة، إنه تكون مرافق المدرسة كلها خالية من التدخين سواء كان عاملين أو زائرين، يعني حتى بالساحات الخارجية المفروض ما يكون فيه ولا عقب سجائر، ساحات الاصطفاف، الحافلات، السواقين، مكتب المديرة هذا أهم شيء لأنه بيجيها ضيوف بيكونوا بيدخنوا، هم هدول إحنا اللي يعني اشتغلنا عليهم. ليش؟ اللي شجعني في البداية إنه أنا مدرستي ما فيها ولا حالة تدخين من معلماتي، ولا حتى في قسم للمدخنين، ولا إشي، ولا واحدة مدخنة، فكان هذا حافز لألي إني أشترك بهاي المسابقة. المعوقات اللي إحنا كنا نواجهها من الزائرين فقط، بينما أنا مدرستي هي خالية تماما يعني. فطبعا كان يجي فريق زائر من مؤسسة الحسين للسرطان بشكل فجائي ويفتش إنه هل في أعقاب سجائر، هل في مكتات موجودة على الطاولات، ما في. فكنت أنا أول ما يدخل الزائر أحكي له معلش إحنا في عنا سياسة حظر التدخين، معلش تتمشوا معنا، وإذا بتبطلوا بيكون منيح، بس يعني انه احتراما لسياسه المدرسه بدكم انتم ما تدخنوا عندي ولا سجارة. بس تعرفي مس اخلاص يعني انا بستغرب، هي الاساس انه ما يكون في تدخين، يعني هذا الاساس المشكله. هلا احنا هلا بنحتفل لما بيكون حدا ما بدخن، يعني نحتفل فيه مع انه هذا الاساس. طبعا عم بحكي مش عن اشخاص، عم بحكي عن بيئه، واحنا بنعرف انه التدخين بياثر على التحصيل العلمي للطفل خصوصا في ماده الرياضيات والأظن الفيزياء، يعني هدول مادتين المواد العلمية بيأثر على تحصيله العلمي، استنشاقه للمواد المدخنة. مس نعمة يعني المعلمات فيكم أكيد في معلمات بدخنوا بمدرستنا حاليا؟ لا أكيد هلا حاليا لا، بس بمدارس أخرى التزامهم مثلا يعني المدخنات لقوا صعوبة إنه لما بتداوم هي 8 ساعات بتضل من غير تدخين وهي متعودة مثلا إنها تدخن، ف هل يعني في خطوة أولى إجباري إنه يبطلوا التدخين، يعني نعطيهم 8 ساعات يعني بنمهدهم إنهم يبطلوا التدخين؟ بس إحنا بمدرستنا أبدا ما في تدخين، دورنا كان للمجتمع المحلي، مدرسة يعني لعب علينا للمجتمع المحلي حوالي المدرسة، أولياء أمور، زائرين، كنا نعمل محاضرات توعية لهم، نجيب محاضرين يعطوهم محاضرات بأضرار التدخين وأخطاره على صحة الفرد. إحنا بهمنا بالدرجة الأولى طلابنا اللي هم يعني النشء الجديد اللي بده يطلع عنا، من حقهم إنهم يستنشقوا هواء نظيف، وهم بياخذوا العلم ويطلبوا العلم إنهم يستنشقوا هواء نظيف. فعشان هيك كان هدفنا الأساسي إنه بيئتنا تكون خالية تماما من التدخين من أجل الطالب.
حتى يعيش ويأخذ حقه بالحياة ويأخذ حقه بالتعليم. فإحنا تربية وتعليم مع بعض. كنا نغرس بطلابنا إنه هذا التدخين إحنا بدنا نكون كمان أفراد مؤثرين في المجتمع. بدنا نعطيكم مش بس إنه داخل المدرسة، كمان تأثري بأبوك بأخوك بجيرانك بعمامك بإخوالك. فكنا نعطيهم محاضرات توعية، نعملهم بوسترات، نعملهم منشورات. عملنا مسيرة كثير حلوة رح نعرضها يعني عن سياستنا وأعلننا عنها، والكل صار يعرف خلص مدرسة فدوى طوقان إنه خالية تمام من التدخين، ممنوع فيها التدخين، حتى نقلل من أثار التدخين السلبي. في ناس مهما حكيت معه ما ببطل التدخين، بس احنا بدنا نقلل من أثار التدخين السلبي على طلابنا. بدنا نحمي على الطلاب وحتى على المعلمات اللي ما بيدخنوا كمان، يعني طبعاً. حقهم انه برضه تكون المعلمات تستنشق هواء نقي ونظيف. نجد وين رحتي؟ كيفك يا نجد؟ الحمد لله تمام. دورك ايش كان بهاي الحملة؟ انت اول شيء بأي صف؟ بالسادس. صف سادس. دورك شو كان بهاي الحملة؟ المساهمة في نشر الوعي بأضرار التدخين من خلال الإذاعات المدرسية وتقديم فقرات متنوعة وسكتشات، الهدف إلى نشر الوعي بأضرار التدخين. أنت من وين تعرفي إنه التدخين مضر؟ المدير أعلنت على الإذاعة المدرسية، أعلنت إنه مدرستنا خالية من التدخين تماماً. وانت يعني قبل هيك ما كنتي تعرف انه التدخين مضر؟ لا. في بالبيت عندكم حدا بيدخن بدون ما تذكري مين؟ في يعني انت نشأتي في بيت في تدخين، ما هاي المشكله كمان ما نحكي لها شو انت. والتدخين يعني بيكون جوا بالمكان اللي انتم قاعدين فيه ولا اللي بيدخن بالبيت بطلع مثلا خارج البيت يعني شوي يعني بتضر حاله ما بتضر غيره. طب حاولتي انك انت مثلا من الحمله اللي تعلمتيها بالمدرسه والوعي اللي انت وصلتي له انك كمان توعي الافراد اللي في البيت المدخنين انه بلاش تدخنوا، التدخين مضر بصحتكم، مضر فينا احنا بما يسمى التدخين السلبي مثلا. عم بتحاولي انك توعي بالبيت؟ ما بردوا. ما هي المشكلة، يعني احنا بنعرف انه في بعض المدخنين بيوصلوا لمرحلة من الإدمان، بيكون هو حابب انه يترك السيجارة او يترك التدخين بس مش قادر. هي المواد اللي فيه بتعمل إدمان يعني، فعشان هيك بيكون صعب انه يتركه الا اذا كان في عند الانسان نفسه من داخليا إرادة. بعد المواد اللي موجودة في جزء منها مبيد حشرات قطران، مواد قطران وأسيتون 40 مادة سامة. يعني هلا احنا على موقع المدرسة، في موقع للمدرسة على الفيسبوك، تعرف الفيسبوك هلا التواصل الاجتماعي مؤثر كثير، فكنا ننزل يوميا فيديوهات بوسترات بتبين شو جواتها السيجارة وقديش هي مضرة وقديش ممكن تهدم حياة إنسان. ما هم المدخنين بيعرفوا هذا الحكي، بيعرفوا بس يعني مشكلة. ما فيش احنا في اصلا يعني هدف سياسه التدخين، حظر التدخين كلها انه نقلل من التدخين السلبي بالضبط، لكن لانه عجزنا انه نمنع التدخين تماما، فقلنا اقل ما في لا ممكن مس نعمه ناثر احنا في غير طبعاً. المدخنين طبعاً. يعني لما انا افرجي طلاب لسه ناشئين طبعاً. اخطار التدخين زي ما قلتي الفيديوهات انا بشتغل على هاي الفئه كمان، ممكن اثر فيها واكرهها بالتدخين. بابهاتهم باخوانهم كثير، لما طفل أو طالبة مدرسة تحكي لأبوها إنه هذا التدخين مضر وممكن إنه أخسرك أنا، ممكن الأب ترى يتأثر، يعني يتأثر بكلامها ويكون حافز لإله إنه يعني يترك، لأنه بتعرفي دائما الأبناء نقطة ضعف الآباء، فلما يجي هذا الكلام من بنته أو من ابنه فبتخيل إنه يكون حافز لإله إنه يترك. بس هي نجد عم بتحاول. بتحاول. إن شاء الله إنها تنجح. بس إن شاء الله راح تنجح. بدك تضلي يدخن برا. كويس خطوة أولى. في تحسن. يعني إنه يدخن برا. إحنا لاحظنا من خلال المسيرة اللي عملناها إحنا. وزعنا فيها بروشورات على المشاة على السواقين، كاسكيتات مكتوب عليها مدرستنا وممنوع التدخين، ويعني كانوا يسألونا شو هذا اللي أنتم بتعملوه يعني. طبعا كان في دعم كثير من شباب الأمن العام، يعني كثير ساعدونا بهاي المسيرة، وكيف قدمنا النصح والإرشاد للسواقين وللمشاة إنه يعني إن شاء الله إنه يكون في مؤثر بيأثر فيكم وتتركوا التدخين أو على الأقل تقللوا منه. احنا خصوصا يعني بمؤسساتنا الحكوميه بنحاول انه تكون خاليه تماما من التدخين،
يعني أي إنسان في عمله بحب أنه يتواجد في بيئة نظيفة وبيئة سليمة وخالية من التلوث. وإحنا هذا اللي بنسعى له بيأثر على الإنجاز بكل مكان. يعني بيأثر على إنجاز الفرد. بتحبي أنك تروحي إذا بحكي عن الأشخاص غير المدخنين صح. ما يستنشق يعني السجاير مش يعني في مرات بحس أنه تجاوز على حقوق الآخرين يعني معدي. من الأشخاص المدخنين أنه أنا بفرض عليك أنا بدخن وأنت ما بتدخني إنه كأنه بتدخني إنه كأنك أنت عم بتدخني وأكثر. وإحنا بنعرف أنه التدخين السلبي بالتأثر مواد أكتر مواد بالضبط أكتر لأنه بستنشئه بدخل للرئتين بالشهيق وما ما بيطلع شيء بالزفير. ف يعني بدي أحييكم وبس شوي حابة أحكي عن المدرسة. مدرسة فدوى طوقان هي لحد الصف السابع ولحد صف ثالث هي مختلطة ذكور وإناث ومن الرابع إناث. قد إيه عدد الطلاب كلهم؟ تقريبا 470 طالب. 470 طالب. إن شاء الله إنكم تنجحوا تقنعوا ال 470 إنهم يكونوا أشخاص غير مدخنين. إن شاء الله هذا هدفنا. هذا دورنا يعني. والله إحنا لازم هو يعني يمكن أنا ومس نعمة إحنا جزء من فريق عمل متكامل. يعني معلماتي ما شاء الله كلهم نحن بنعمل بروح الفريق. والنجاح هو مش نجاح لأن إحنا كرمتنا الأميرة غيداء طلال بحفل تكريمي في نفس اليوم العالمي لمكافحة التدخين. عملوا لنا حفل تكريم وسلمونا الجائزة وأعلنوا أنه مدرسة فدوى طوقان مدرسة خالية من التدخين. لكن هو مش مجهود إلي أنا شخصيا ولا لا مس نعمة. هو مجهود فريق عمل متكامل بالمدرسة. الكل ساعد. حابب أنه هالفكرة هاي تنجح وأنه مدرستنا توصل لهذا المستوى النجاح. وبرضو مديرية التربية ممثلة بالأستاذ صادق الحباشن اللي هو أصلا ضابط ارتباط مدرسة خالية من التدخين قدم لنا كل الدعم والمؤازرة. الصراحة يعني إحنا كلنا بنشتغل فريق واحد. يعطيكم ألف عافية. رسالة من نجد للأهالي المدخنين وعندهم أطفال بالبيت شو بتقولي لهم؟ يجب أن نكون أفراد مؤثرين في مجتمعنا. لنا بصمة بالتأثير في البداية ثم تنتقل إلى الأقارب والجيران. وإيش بتقولي لهم للأقارب والجيران والأهالي اللي بدخنوا عندهم أطفال؟ إنهم يتركوا التدخين لأنه مضر لصحة الإنسان. شكرا لك وبدي أحييكم مس إخلاص مس نعمة ونجد. أهلا وسهلا لكم إنكم أفدتونا وتحية لكل العاملين في مدرسة فدوى طوقان وأيضا جميع الطلاب في هذه المدرسة. شكرا كثير لكم على هذا اللقاء. أهلا وسهلا.